بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم. وأولى مباراة موسم 23-24 سيدات كرة السلة ملكات النادي الأهلي في أولى المواجهات الرسمية في بطولة منطقة القاهرة لهذا الموسم أمام نادي الطيران من صالة الشهداء بالنادي الأهلي. الستارت لاين أب اللي بيبدأوا النهاردة الكوتش طارق خيري في النادي الأهلي، نايرة نافع رقم 9، دينا عمرة الكابتن، ورقم 10 رضوى محمد، رقم 12 فريدة وائل، 14 تمارة نادر، رقم 33 تمارة نادر، واحدة من الصفقات الحديثة المنضمة حاليا إلى النادي الأهلي في هذا الموسم. أما تشكيل نادي الطيران اليوم، رقم 7 رودين حسام، رقم 15 مروة الغنام أو يارا، عفوا يارا أحمد، وهنشوف باقي التشكيل. رقم 7 زي ما قلنا رودين حسام، رقم 8 أو رقم 9 مريم فوزي، ورقم 15 يارا زي ما حضراتكم شايفين، وكوكي الدبس رقم 44، وهنشوف رقم 5 مين. تشكيل الفريقين اللي هيبدأ بيهم الكوتش عمرو عاشور في نادي الطيران والكوتش طارق خيري في القادة الفنية للنادي الأهلي. حكام اللقاء اليوم وليد العوض حكم أول، إسلام نبيل حكم تاني، ميقاتي خالد أحمد 24 ثانية، كابتن عمرو زاهد، وأخيرا السكور كابتن رحمة أحمد. أولى المباريات في أولى البطولات لهذا الموسم بعد أداء وموسم غير طبيعي لملكات النادي الأهلي بالفوز بخمس بطولات الموسم الماضي وتحقيق البطولة بدون هزيمة، موسم لا هزيمة للكوتش طارق خيري. يبدأ أحداث رحلة الدفاع عن اللقب لهذا الموسم 23-24 على بركة الله والاستعداد إلى الجامبول. هنا بخيت رقم 5 اللي قدام حضراتكم. والجامبول الأول والحيازة أهلوية عن طريق الكابتن دينا عمرو. دينا تبدأ مان تو مان نادي الطيران، رضوى محمد في الوان ان وان، تعدي رضوى في الكيك أوت على الثري بوينت للأوبن شوت فريدة وائل، وأولى الثلاثيات افتتاح أولى أحداث اللقاء عن طريق فريدة وائل. مريم فوزي عدد قادمة من نادي الجيش ثم نادي استاد المنصورة في الممتاز به ثم الصعود مع نادي أطر. يرى الهاند اوف مع هنا بخيت، تسلم لكوكي الدبس، عدد تقلب الملعب لكن للسيل حاضر على طول من تمارة نادر، تمارة تسلم على طول ليارا، يارا في الاول زاوية 2 على 1، نايرة نافع راحت الناحية الثانية لكن في اوتسايد لصالح نادي قطر. اوتسايد للطيران عن طريق مريم فوزي، مان تو مان النادي الاهلي، رودينا حسام، رودينا لهنا بخيت، هنا تحاول تعدي والسكرين لسه بتسيطر على كورتها، دفاع قوي من النادي الاهلي، سلم رودينا حسام، تخبط في ايد رودينا وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. كان اولى المباريات واولى الادوار في بطوله المنطقه، كان نادي الطيران يلاقى نادي التامين وهزم منه، وادي نشوف الهجمه دي سريعا على طول بنتريشن لرضا محمد لكن لا تنجح في التسجيل، هنا بخيت على طول ديفنسيف ريباوند، تعدي الملعب، تسلم الهاند اوف مع رودينا، رودينا تعمل بنتريشن الميدل وتسلم لكوكي، كوكي في الميديم لكن لا تنجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند النادي الاهلي وفص بريك ولا اروع لكن لا تنجح في التسجيل، دينا عمرو تخبط في قدم لاعبات نادي الطيران واوتسايد للصالح النادي الاهلي. اوتسايد للاهلي، رضا محمد هتطلع الاوت. التوقفات كده هقول لكم البطوله للدوري هذا الموسم، فريده وائل ميديم شوت ولا اروع تنجح في تسجيل خامس النقاط للنادي الاهلي وخامس النقاط الشخصيه للصالح فريده وائل. مريم فوزي عدت مريم في ال 1-1 لرودين حسام، سلم ليارا، يارا بتحاول تعدي ماسكها نيره، سيطر يارا على الكوره، تخبط في يارا في نيره وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي
على كرة الكوكي، لكن فلسطين حاضر على طول عند تمارا نادر، وادي فاول وخطأ شخصي على مريم فوزي لاعبة نادي الطيران رقم 9، وأولى الأخطاء الشخصية وأولى الفاولات على نادي الطيران. بدأت الهجمة عند الأهلي عن طريق رادو محمد والهاند أوف مع تمارا، تنتظر السكرين، نيرة بتروح لها بالسكرين، تغير اتجاهها، تقلب على طول لفريدة وائل، فريدة راحت وباص حلو اسيست ولا أجمل ولا أروع من فريدة وائل لنيرة نافع، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح النادي الأهلي، 7 لا شيء لصالح النادي الأهلي والأهلاوية. مريم فوزي هاند أوف على طول مع رودين حسام، حاول تعمل بنتريشن، تسلم لكوكي الدبس، كوكي طلع ليارا، يارا على الأوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تخبط في لاعبات نادي الطيران وأوت سايد لصالح النادي الأهلي. رودين حسام اللي كانت قدامنا في الشاشة والاوت سايد، وادي الاسيست الرائع، شكرا للاعاده لمخرجنا، اسيست ما فيش اجمل من كده، سحبت الناس عندها فريده وائل وفضت نيره ونجحت انها تطلع لنيره الاسيست والباسكت، ونشوف التغيير مين اللي خرج في نادي الطيران. خرجت يارا ونزلت مروه الغنام، وادي فاول وخطا شخصي على هنا بخيت رقم 5، هنا بخيت واولى الاخطاء الشخصيه زي ما شفنا في العادة، أولى الأخطاء الشخصية على هنا بخيت، والأوتسايد أهلاوي دينا عمرو، دينا البنتريشن من الميدل تهوش حلوة قوي، الجيف أند جو رائع لكن في فاول تاني بالتو شوتس المرة دي، وسلامات لنيرة، سلامات لنيرة، كدمة قوية شوية هوشت أهي، قطعت لها نيرة نافع، راحت ركبه في ركبه مع يعني بدون قصد اكيد مع مريم فوزي، يعني سلامات لنيره نافع، سلامات لنيره نافع وسلامات لكل لاعباتنا. زي ما قلت لحضراتكم في التوقف ان الاهلي يدافع عن لقبه من الموسم الماضي في بطولة منطقة القاهرة، ده أول ماتش في المجموعة، المجموعة مكونة هي المجموعة الأولى مكونة من هليوبلس والتأمين والسكة والطيران والنادي الأهلي، كانت المباراة الأولى هليوبلس والسكة التأمين والطيران، فاز هليوبلس وفاز التأمين على كل من السكة والطيران. النهاردة على صالة النادي الأهلي، الأهلي والطيران في المباراة اللي بنذاعها على حضراتكم، ويأتي وراها على طول الساعة 8 هليوبلس والتأمين. دي المباريات ان شاء الله يوم الاحد، الاهلي هيلاقي السكه في مركز شباب الجزيره، ثم الثلاثاء تامين هيلاقي الاهلي ايضا في مركز شباب الجزيره، واخيرا الخميس على صاله الشهداء الاهلي سيلاقي هليوبلس. قامت بسلامه الله نيره نافع، كوتش عمرو عاشور او الجنرال عمرو عاشور نازل يطمن عليها، كل اللاعبات نازلين يطمنوا عليها، سلامات لنيره نافع. تم تغييرها بنوع شتا، سلامات لنوع لنيرة نافع، والتو شوتس لصالح نوع شتا. فري ثرو اول لنوع شتا، ورمية حرة اولى لا تنجح في التسجيل، فري ثرو تاني او رميه حره تانيه لا تنجح في التسجيل ايضا نوع شتا. تلم على طول ديفنسيف ريباوند عند مريم فوزي، مريم في البوينت جارد تاخد سكرين من غنام او مروه غنام، تروح مريم لكن بلوك ولا اروع من نوع شتا، واوت سايد للصالح النادي الاهلي. اوت سايد رودينا من الطيران هتطلع الاوت، سكرينات طلع لمريم فوزي، مريم حاول تعدي توصل لكن لا تنجح في التسجيل، تسلم مروه الغنام لكن تعمل السيل على طول، رادو محمد في الاول زاوية على طول، فريده وائل تروح وتوصل لكن لا تنجح في التسجيل، وتخبط الكره في لعبات طيران وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي.
تغيير اخر يجري الكوتش عمرو عاشور. نزلت نيرة احمد او نيرة محمد رقم 77. تمارا تقطع على طول للستيل. هنا بخيت تسلم نيرة لسه نازله بتعدي بتروح دفاع قوي من النادي الاهلي. لسه الكره مع نيرة تسلم لهنا بخيت. هنا بتحاول تلعب واحد على واحد بتدور على 3 بوينت لكن دفاعات الاهلي قويه. مريم فوزي سيطر على كرتها. مريم تسلم لغنام او مروه غنام توصل ليها تاني. مروه في البنتريشن لكن الستيل حاضر على طول عند رضوى محمد في الاول زاوية. رضوى توصل رضوى لا تنجح في التسجيل. مريم فوزي ديفنسيف ريباوند وتسلم على طول لنيره من الطيران تقف وتشوط على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تخبط في ايد تمارا نادر وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. لسه ما زالت النتيجه 7 نقاط لا شيء لصالح النادي الاهلي. مريم فوزي هتطلع الاوت. سلمت لنيره. نيره في الوان ان وان تسلم لمريم فوزي تاني. مريم في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ترجع في التسجيل. على طول تلم فريده وائل في الاوفنسيف ديفنسيف ريباوند. فريده تبدا الهجمه راحت لوحدها لقى الطريق مفتوح وصلت لكن تعترضها على طول نيره محمد بخطا شخصي وفاول او هنا بخيت عفوا بخطا شخصي وفاول وتو شوتس لصالح نادي الاهلي على التنفيذ على طول فريده وائل. فريده فري ثرو اول تنجح في التسجيل. 3 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو او على الفاول شوتين او على الرميه الحره نجح في تسجيل محاوله. محاولتين لفريده وائل والمحاوله محاولتين عفوا لنوى شتا ومحاوله لفريده وائل. المحاوله الثانيه او الفري ثرو الثاني لفريده وائل وان مور شوت او رميه حره اخيره. فريده لكن لا تنجح في التسجيل. تلم تاني فريده تحاول معاها لكن تخبط في ايد شاهد محمد وبتطلع اوتسايد رقم 1 شاهد محمد لسه نازله واوتسايد لصالح النادي الاهلي. عفوا اوتسايد صالح نادي الطيران. نيره محمد تبدا الهجمه مكان مريم فوزي تسلم لشهد. شهد طلع كره تحت الباسكت لمروه غنام تلف وترتكس طلع كيك اوت تخطف على طول وتعمل الستيل والفص بريك سريع عن طريق فريده وائل تنجح في تسجيل 8 نقاط او نقطتين كمان ليصبح النتيجه 10 لا شيء. 10 نقاط مسجلها فريده وائل حتى هذه اللحظات. لسه نيره معاك كره في البيك اند رول مع مروه طلع كيك اوت مره ثانيه. هنا بخيت في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. نوع شتا ديفنسيف ريباوند ولا اروع تلم على طول وفص بريك ولا اجمل عند الكابيتانو دي نعم تنجح انها تاخد فاول وتو شوتس وخطا على اعتقد على هنا بخيت او هنا خالد نبيل بخيت هي ابنه الكوتش نجم مصر والنادي الاهلي كابتن نبيل بخيت. وادي الاعاده لفريده وائل اللي مسجله حتى هذه اللحظات 10 نقاط. هنا بخيت تخرج لارتكابها 3 اخطاء شخصيه تنزل مكانها مريم فوزي. فري ثرو اول للكابيتانو دينا عمرو لا تنجح في التسجيل وانتصاف احداث الكوارتر الاول. 5 دقائق مرت على الكوارتر الاول. دينا عمرو وفري ثرو الثاني ناجح تنجح في التسجيل. 6 محاولات للنادي الاهلي على الفاول شوتين نجح في تسجيل محاولتين. نيره تعدي نيره دفاع قوي من دينا عمرو حاول تعدي بالكروس اوفر راحت وصلت قبلتها على طول نوع شتا كيك اوت لمريم فوزي. مريم تقف تروح من البيز لاين توصل واولى النقاط لصالح نادي الطيران عن طريق مريم فوزي. فاص بريك سريع للنادي الاهلي عن طريق دينا عمرو سلم لرضوى. رضوى تجرب حظها في الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع لرضوى محمد لاعبة النادي الاهلي تنجح في تعديل النتيجة الى 14-2. نيرة
ترتكز دفاعات قويه من النادي الاهلي. سلم لكن للسيل على طول عندنا عمرو، دينا تسيطر على كرتها وطلع فاص بريك لفريده لتمارا نادر، تمارا في ال1 ان 1 لكن فعلا القرار صحيح، دبل دريب اووك واوتسايد لصالح نادي الطائره. اوتسايد للطيران، يبدا نادي الطيران الهجمه عن طريق نيره، تاخد البيك او السكرين كده من كوكي الدبس، توصل لمريم فوزي، مريم في الميديم شوت لكن لا تنجح في تسجيل، ديفنسيف ريباوند وفص بريك رائع من فريده وائل، هوشت الكابتن ودينا عمرو تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي ليصبح 16-2 نتيجة لصالح ملكات الاهلي. نيرة سلم لشهد، شهد تاخد السكرين في ال1 1، سلم على طول لمروة، مروة تلف وترتكس روح لكن بلوك ولا اروع من نوع الشتاء، سلم على طول لرضوى، رضوى والفص بريك لدينا عمرو، تسلم لتمارة، تمارة تنجح في التسجيل، لا تنجح في التسجيل، تتلم على طول نيرة، نيرة تبدأ الهجمة. لسه نيرة مع الكورة على يمينها مريم فوزي، مريم لقت الطريق فاضي في 3 بوينت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، والدي فاول وخطا شخصي على فريده وائل. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي واول خطا شخصي على فريده وائل. دخلت يارا نادي الطيران، نيرة هتطلع الاوت تسلم ليه مريم فوزي، مريم لسه الكرة مع مريم، سلمت لنيرة طلبت السكرين، عدت في الاوبزيت سايد تاخد السكرين مروة غنام، تحاول تلعب واحد على واحد لكن للسيل على طول وقفلها دفاع قوي جدا، نوع شتا فص بريك 2-1 3-1، تمارا نادر تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح النادي الاهلي. تمارا نادر الوافدة الجديدة من نادي الجزيرة، تعاقد معاها الكوتش طارق خيري لهذا الموسم. وادي ستيل مره ثانيه لكن مريم فوزي تنجح في السيطره على كرتها، يارا محمد لمريم مره ثانيه، مريم في ال1 1 تاخد السكرين مروه غنام لكن هنا في صفره وفاول واوفنسيف فاول لصالح نادي الاهلي. هنا الفاول على مروه غنام. والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد اخر 3 دقائق من عمره واحداث الكوارتر الاول. نوع الشتاء وادي تمارا على 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، تلم على طول مريم وائل اللي لسه نازله والاوتسايد ضغط من نادي الاهلي ينجح في انه ياخد الكره ترن اوفر على نادي الطيران. اوتسايد تمارا نادر رايحة في الدرايف توصل تروح تنجح في التسجيل، نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي، 20-2 لصالح ملكات الاهلي. مريم وائل الشهيرة بميكي اوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل، فريق نوشتها على الديفنسيف ريباوند وتسلم على طول لرضوى محمد، رضوى تقلب الملعب بطريقه شيك جدا وسلسه جدا لتمارا نادر، اسيست ولا اروع، باسكت ولا اجمل من تمارا نادر واسيست ولا اروع من رضوى محمد، على الفارق الى 22-2 فارق ال 20 نقطه. مريم وائل الشهيره بميكي، مريم فوزي روح بدرايف توصل تنجح في التسجيل، نقطتين الاربع نقاط اللي سجلهم نادي الطيران عن طريق مريم فوزي. فريده وائل في الاوبن شوت، فريده راحت فريده بالثري بوينت فريده لكن لا تنجح في التسجيل، يارا محمد على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لمريم فوزي، مريم تجرب حظها ماشيه معاها لكن المره دي لا تنجح، تلم على طول دينا عمرو توصل لدينا مستنيه اللقطع، دينا تقلب لرضوى لدينا مره ثانيه في اكسترا باس وتروح والثري بوينت ولا اروع من الكابيتان ودينا عمرو، الثالث الثلاثيات في احداث الكوارتر الثالث وتايم اوت يطلبه
هل تايم اوت ولا تغيير؟ اعتقد ان في اصابه. في اصابه لمريم فوزي. مريم فوزي واصابه. لا رجعت والله تاني. يعني خلاص اعتقد انها اخر قرار انها هتغير. وادي الفص بيك اخير بتاع دينا عمرو. الفاول اللي نجحت انها تاخد فيه تو شوتس. نزلت روداين احسن مكان مريم فوزي. تقلب الكره على طول لمروه غنام في ال1 ان 1. مروه تروح ترتكز توصل لك اللي تنجح في التسجيل. شهد احمد تنجح في تسجيل الاوفنسيف ريباوند وتسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الطيران. 6 نقاط سجلهم نادي الطيران في اخر احداث وعمر الزمن الكوارتر الاول. رضوى محمد في الاول زاوية راحت لكن لا تنجح في التسجيل. مروه غنام تلم على طول وتطلع لرودينا لكن هنا تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 25-6. استراحه قصيره اعزائي المشاهدين ما بين عمر احداث الكوارتر الاول والثاني ونعود اليكم في بدايه احداث الكوارتر الثاني. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثاني في المباراه الاولى الرسميه الاولى لملكات كره السله للنادي الاهلي بقياده الكوتش طارق خيري. النادي الاهلي امام نادي الطيران على صاله ملعب الشهداء بالنادي الاهلي. انتهى اللي ما كانش معانا. انتهت احداث الكوارتر الاول بفوق تقدم كبير للنادي الاهلي عن 25-6. وادي بعض اعداد اللقاء طبعا اللي مش متابع النهارده. بالامس فريق الرجال الماتادور بقياده السنيور اوجستي جول بيبوش فاز على اجنايت الامريكي بطل الجي ليج الان بي اي بنتيجه 82-76. والنهارده خسر للاسف من فرانكا البرازيلي بنتيجه 90-70. في انتظار غدا ان شاء الله المباراه ما بين فرانكا واجنايت. في حاله فوز فرانكا يحصل على المركز الاول في المجموعه ويذهب مباشره الى النهائي. ويحصل النادي الاهلي على المركز الثاني ويذهب سريعا الى مباراه تحديد المركز الثالث والرابع. واجنايت يذهب الى تحديد المركز الخامس والسادس. مجموعتين ده نظام البطوله الانتر كونتيننتال او كاس العالم للانديه. كل التوفيق للماتادورز باذن الله في حصد الميداليه البرونزيه ان شاء الله. على بركه الله بدايه احداث الكوارتر الثاني. الستارت لاين اب للنادي الاهلي رنيم جداوي جايده وحبيبه بيكو سوريا وميرال اشرف. ده الستارت لاين اب للنادي الاهلي. رودين حسام والحيازه التبادليه لصالح نادي الطيران. يارا في الميديم شوت راحت نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الطيران في الافتتاحيه لاحداث الكوارتر الثاني. بيكو سلم رنيم جداوي. رنيم في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. يارا على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لميكي. مريم وائل لشهد قطع على مروه الغنام بتلف ترتكز تروح مع رنيم جداوي هوشت حلو لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول رنيم جداوي ديفنسيف ريباوند وتسلم لبيكو. بيكو في الفص بريك لسوكا. سوكا وثلاثيات سوكا لكن لا تنجح في التسجيل. ميكي على طول ديفنسيف ريباوند بالطيران. يعني المباراه بقت سريعه شويه. راحت ميكي نجحت ميكي في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. كده النتيجة 25-10 لصالح النادي الاهلي. جايدة خالد على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تخطف على طول رنيم جداوي وتنجح في انها تاخد فاول وخطأ شخصي على رودينا حسام. أولى الأخطاء الشخصية على فريق نادي الطيران. رمية حرة أولى وفري ثرو أول ناجح لصالح رنيم جداوي. فري ثرو تاني ورمية حرة تانية تنجح أيضا في التسجيل. 27-10 لصالح ملكات النادي الأهلي. مريم وائل ميكي سلم لشهد. شهد تعمل الدرايف تسلم ليارا. يارا مستنيه اللي قاطع في الباك ليب وتنجح في التسجيل.
نقطتين عن طريق يارا محمد. حبيبه بيكو مان تو مان نادي الطيران، تنجح حبيبه في انها تعمل درايف حلوه قوي وفي الاخير تاخد فاول وخطا شخصي بتو شوتس ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. فاول على مريم وائل. فري ثرو اول نجح لصالح حبيبه بيكو. فري ثرو ثاني غير ناجح لبيكو، تلم على طول مروه غنام، لسه الكوره في الجامبول والحيازه لصالح النادي الاهلي. اوتسايد للاهلي، بيكو هتطلع الاوت. وادي السكرين حلو من جايدة، تنجح على طول تنقط فضي رنيم جداوي وتو بوينت منتهى السلاسة والشياكة لصالح النادي الأهلي. مريم وائل أو ميكي زون ديفنس النادي الأهلي لشاهد أحمد، تسلم مارو غنام جيف أند جو، لكن تخطف في الأخير على طول بيكو، تسلم لميرال أشرف، ميرال راحت وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. سكند شانس، لا والله ده فاول، وال فاول على يارا محمد رقم 77، فاول واولى الاخطاء الشخصيه على يارا، وثالث الاخطاء الشخصيه توتال على نادي الطيران. فري ثرو اول ليه؟ فري ثرو اول ناجح ميرال اشرف، وفري ثرو ثاني ايضا ناجح لميرال اشرف. 32-12 فارق ال 20 نقطة لصالح بنات النادي الأهلي. لسه زون ديفنس النادي الأهلي، شهد أحمد ليارا، لكن في الأخير تعمل الستيل رنيم جداوي. وادي فاست بريك سريع، وادي باص ولا أروع من سوريا، لكن تقع من إيدين رنيم جداوي وتسلم على طول لنادي الطيران عن طريق ميكي. ميكي في الوان ان وان ميكي، لكن تهدى وتقف، حاول تطلع الكيك أوت، طلعت فعلا الكيك أوت لشهد، شهد على الأوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول رنيم جداوي، رنيم في الفاست بريك وتسلم لميرال اشرف، ميرال جربت حظها على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. سكند شانس على طول حاضر عند رنيم جداوي، تهدى على ملعبها، تجرب بالبنتريشن من البيز لاين والكيك اوت لكن تطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد جايدة خالد في الوان ان وان، جايدة راحت طلعت اسيست ولا اروع على حبيبة بيكو، تنجح في تسجيل تو بوينت جديدة عن طريق حبيبة بيكو. اسيست ولا اروع من جايدة، باسكت ولا اجمل من حبيبة بيكو. ميكي من نادي الطيران، سلم نايرة لميكي مرة ثانية في البوينت جارد لشهد، شهد تسلم لمروة غنام في البيز لاين، لسه الاهلي الزون ديفنس، شهد حاول تعدي في الواحد على واحد، تسلم على طول في الباك دور لمروه لكن البلوك حاضر على طول عند جايده لميكي، ميكي في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. لما على طول حبيبه بيكو تجري بالفاست بريك لسوريا، سوريا قطع لها ميرال اشرف، تنجح في تسجيل دو بوينت جديده ونموذج للفاست بريك عن طريق ميرال اشرف. مريم سلم ليارا، يارا لقت نفسها فاضيه في الاوبن شوت، تنجح في انها تاخد فاول من جايده خالد او من رنيم جداوي عفوا. وادي تغيير قادم لصفو في نادي الطيران، كوكي الدبس ونورهان وليد، او نورهان وليد عفوا كوكي الدبس. هنشوف مين تاني. وادي فري ثرو اول ناجح ليه يارا، وفري ثرو تاني ايضا ناجح ليارا محمد. شاهد تخرج ويارا يخرجوا من نادي الطيران، هنشوف مين نزل مكانهم. حبيبه بيكو تبدا الهجمه حبيبه للنادي الاهلي، مان تو مان نادي الطيران، هاند اوف على طول مع سوريا وباك دور ولا اروع وباسكت ولا اجمل لصالح النادي الاهلي عن طريق ميرال اشرف. ميرال
باسيست من سوريا تنجح في تسجيل الباك دور و2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. هنا بخيت سلمت تحت الباسكت لكن في الاخير الهيلب سايد او الويك سايد كان متواجد من ميرال اشرف. وادي الباك دور للي ما يعرفش يعني ايه باك دور في المصطلحات كره السله، هي شبيهه بالثرو باس في كره القدم اللي بتترمي في خلف المدافعين، الكره اللي بتتباص في خلف المدافع في ظهر المدافعين. وادي جاي دخل في البنتريشن، باصت على طول لحبيب بيكو، هوشت طلعت الكوره رنيم سوريا من الاوبن شوت سوريا لكن لا تنجح في التسجيل. لما على طول نادي الطيران عن طريق ماري مويل سلم لنيره، نيره المريم في السكيب باص على طول طلع كوره الكوكي ديبس، حاول تلعب واحد على واحد لكن دفاع قوي من جايده خالد، وال في الاخير ترن اوفر واوت سايد للصالح نادي الاهلي. ميرال اشرف في الاول زاوية، ميرال لسه نادي الطيران ما رجعش، استغل على طول النادي الاهلي العوده او الترانزيشن ديفنس سريعا، الترانزيشن اوفنس عفوا سريعا، تنتهي في الاخير عند ميرال اشرف او الاسيست من ميرال اشرف لرنيم جداوي اللي تنجح انها تاخد تو شوتس لصالح نادي الاهلي. فري ثرو اول ناجح لصالح نادي الاهلي عن طريق رنيم جداوي 39-14 مصطفى احداث الكوارتر الثاني 40-14 فري ثرو ثاني ناجح ايضا لصالح نادي الاهلي. مريم وائل تبدا الهجمه، مريم سلم لجنى لسه نازله لكن السيل حاضر عند سوريا، سوريا في الاول زاوية راحت ونجحت وسجلت نقطتين كمان 42-14 28 نقطه هو الفارق لصالح النادي الاهلي. هنا بخيت تهوش تلف وترتكس في الكيك اوت على طول لجنى محمد، سلم لهنا بخيت في الميديم شوت شاطر لكن لا تنجح في التسجيل. رنيم جداوي حاول تسيطر على الكوره، فعلا سيطرت على الكوره وسلمت حبيبه بيكو، حبيبه عدت الملعب حبيبي بيكو في الوان ان وان رائع، والكيك اوت لجايده، جايده في الاكسترا باس على طول لميرال في السكيب باس المره الثانيه لسوريا، رنيم في البنتريشن، رنيم وصلت، رنيم نجحت، رنيم سجلت، رنيم خدت الاند وان، رنيم جداوي. وادي حوار ما بين رنيم ومن حكام اللقاء. وادي الاند وان لصالح رنيم جداوي، فري ثرو اند وان غير ناجحه، جربت مره ثانيه لكن برضو المره دي لا تنجح. تلم على طول ميكي سلم لجنى محمد، تقلب الملعب لهنا بخيت في الاوبن شوت، هنا شاطت لا تنجح في التسجيل، لمت مره ثانيه وجربت حظها المره الثانيه ما تنجحش. تلم الكره جايده وتسلم لحبيب بيكو، بيكو تعدي بالكروس اوفر روعه قبل الثمان ثواني تلحق، لحقت فعلا سلمت لسوريا، سوريا في الاوبن شوت سوريا، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على مريم وائل ميكي، والثلاث رميات حره لصالح سوريا. فري ثرو اول لسوكا، فري ثرو اول ناجح، فري ثرو ثاني لسوريا غير ناجح لسوريا. 31 نقطة هو الفارق لصالح النادي الأهلي. فري ثرو ثاني نجحت سوريا، ثالث عفوا نجحت سوريا في إن تسجل. نيرة تبدأ الهجمة، هي اللي هتتولى دلوقتي البوينت جارد بدل من مريم وائل. استلمت مريم لنيرة مرة ثانية، حاول تهوش سلم لهنا بخيت في الالبو، تروح وتوصل لكن لا ترجع في التسجيل، تخبط في ايد كوكي ديبس رقم 44 وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين كده تواجد السيد العامري فاروق العامري نائب رئيس النادي الاهلي، وايضا تواجد لاعبينا القدامى ومدربينا الكابتن ايهاب الالفي وكابتن خالد بخيت، كابتن شريف علي طبعا المدير الاداري السابق للنادي الاهلي. وادي بنتريشن كده من ميرال اشرف لكن لا تنجح في التسجيل، هنا بخيت الكروس اوفر تحاول تعدي توقفها ميرال،
سلم على طول لجنى، جنى جرب حظها على 3 بوينت ما تنجحش، بيكو على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لمرار، مرار في الفاست بريك توصل تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. نيره لسه الكره مع نيره، سلم ليه مريم وائل لنيره مره ثانيه، تقلب الملعب ليه كوكي لكن تقع من ايديها كده واوتسايد لصالح نادي الاهلي. رجعت مريم فوزي بدلا من جانا محمد في نادي الطيران، ده تغيير بيجري الجنرال عمرو عاشور او الكوتش عمرو عاشور، وخرجت مريم وائل، هنشوف مين نازل مكانها. وادي باك دور مره ثانيه ما بين ثريا ومرال اشرف، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده ونقطتين كمان يضافوا لسله النادي الاهلي. نيره لسه الكره معاها ولا زال النادي الاهلي زون ديفنس. مريم فوزي راحت وصلت لكن لا تنجح في التسجيل، دفاع قوي من النادي الاهلي ينجح في استخلاص الريباوند. وادي هنا صافره، اعتقد هنا تيرن اوفر على ترن اوفر على حبيبه بيكو، دبل دريبل او ووكن على حبيبه بيكو. نيره لسه الكره معاها، تاخد السكرين تحاول تعدي تطلع كيك اوت لمريم فوزي، مريم في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. جايده على طول ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند جايده، سلم لسوكا، سوكا وادي باصات سوكا، سلم لرنيم جداوي لكن اوت اوف باوند او كده دست على اللاين وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الطيران. اوتسايد للطيران، نيره اخر الدقائق في احداث وعمر الكوارتر الثاني. مريم فوزي لنيره مره ثانيه، تقلب السكيب باص على طول عند جنى لنيره او عفوا مريم فوزي، تقلب لي نيره على الاوبن شوت ما تنجحش في التسجيل، بيكو على طول فاست بريك سريع لثريا، ثريا تقف وتشوت، لا والله عملت الدرايف واحد على واحد، بساط ثريا سحر ثريا، حط يا ميرال لمت على طول جايده خالد بالهوك شوت بشمالها لكن لا تنجح في التسجيل. في الاخير رنيم جداوي تعمل الاوفنسيف ريباوند والسكند شانس، تحصل على فاول وخطا شخصي وتو شوتس، والفاول على مريم فوزي، تو شوتس لصالح رنيم جداوي على الفري ثرو الاول. رنيم ينجح في التسجيل 50-51-14، فري ثرو تاني تنجح ايضا في التسجيل 52-14 لصالح نادي الاهلي. مريم فوزي مريم كوكي الدبس لنيره، تقطع الستيل على طول موجود عند ميرال اشرف في الفص بريك سريع عند ثريا، تنجح في التسجيل، ردت لها الفص بريك بعد اثنين باك دور ولا اروع من ثريا، ما بين ثريا وما بين ميرال اشرف. انتهت احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 54-16، انتهاء احداث الكوارتر الثاني والذهاب الى فتره الراحه والعودة مرة أخرى في بداية أحداث الكوارتر الثالث. أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم بعد قليل في بداية أحداث الكوارتر الثالث، استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله بعد هذه الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم مرة ثانية، ومباراة أولى المباريات الرسمية في موسم 23-24 لملكات كرة السلة للنادي الأهلي أمام نادي الطيران في بطولة منطقة القاهرة والتي كان حامل لقبها هو النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شفتوا على الشاشة كده 54-14 لصالح النادي الأهلي، فارق ال 40 نقطة لصالح النادي الأهلي. تشكيل النادي الأهلي اليوم، القيادة الفنية للكوتش طارق خيري، ميرال أشرف، ثريا محمد، نيرة نافع اللي خرجت للإصابة، سلامات لنيرة، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم جداوي، نوع شتا، والوافد الجديد تمارا نادر، يارا أسامة. ده تشكيل النادي الأهلي اليوم. حبيبة بيكو طبعا للأسف يعني احنا نسيناها عفوا،
اما تشكيل نادي طيران شهد احمد مريم وائل جنى جنى محمد هنا بخيت فريده كريم رودين حسام مريم فوزي لجين ربيع فاطمه جمال الكابيتانو مروه الغنام نورهان وليد كوكي دبس ويارا محمد. القاده الفنيه للكوتش او الجنرال عمرو عاشور. زي ما حضراتكم شايفين النتيجه الكوارتر الاول انتهت بنتيجه 25-6 لصالح النادي الاهلي، ثم التفوق كاسح للنادي الاهلي عن طريق الكوارتر الثاني بنتيجه 54-14. التعليمات الاخيره للكوتش والجنرال عمرو عاشور. بدا الكوتش طارق خيري في احداث الكوارتر الاول اللي ما كانش متابع معانا نبذه سريعه كده، بدا بتشكيله نيره وفريده وائل وتماره ودينا ورضوى محمد. اصيبت نيره اصابه يعني ان شاء الله نطمنكم عليها، كانت نجمه احداث الفتره الاولى والكوارتر الاول برصيد 12 نقطه هي فريده وائل، تم تغيير نيره بنهى شتا. اما الكوارتر الثاني ابتدى الكوتش طارق خيري بميرال وسرايا ورنيم وحبيبه بيكو وجايده خالد، ده بدايه احداث الكوارتر الثاني اللي كان بيتميز احداث الكوارتر الاول والثاني بالفاست بريك. يمكن لاعب النادي الاهلي على نادي الطيران في السيت بلاي عدد قليل جدا من المرات، لكن الثلاثيات كانت غائبه نوعا ما في احداث الكوارتر الاول والثاني. التعليمات الاخيره للكوتش طارق خيري شايف كده على الستارت لاين اب للنادي الاهلي، هيبقى فيه متواجد فريده وائل وحبيبه بيك ورضوى محمد وتماره نادر، دول اللي شفناهم قايمين، وده التعليمات الاخيره للكوتش عمرو عاشور. تركيز من لاعبات نادي طيران، تماره نادر، فريده وائل، يارا اسامه، رنيم جداوي، رضوى محمد. كوتش طارق خيري والحيازه للنادي الاهلي. حيازه جامبول لصالح النادي الاهلي. هنشوف الستارت لاين اب للكوتش عمرو عاشور مين؟ شايف مريم فوزي ومعاها جانا محمد رقم 4 ورقم 5 هنا بخيت ونيرة محمد رقم 7 واخيرا كوكي الدبس رقم 44. الحيازه النادي الاهلي. سكرين من يارا اسامه لرضوى محمد، رضوى تقلب الملعب على طول لفريده وائل، فريده رايحه في الدرايف طلع كيك اوت لتماره نادر، تماره تنزل لرنيم جداوي في ال1 ان 1 رنيم في الريفرس لاي اب او الباك لاي اب تنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث. 56-14 لصالح النادي الاهلي. مريم فوزي لنيره تقلب الملعب على طول لهنا بخيت، هنا راحت في الدرايف لكن بلوك ولا اروع من ندى نافع من عفوا من رنيم جداوي طلع الكرة، لكن هنا في ايه حكم بيطالب اللعب على طول. وادي تحت الباسكت يارا اسامه، يارا بشمالها يارا تنجح في تسجيل نقطتين وتو بوينت جديده للصالح النادي الاهلي. نيره محمد، نيره مان تو مان النادي الاهلي في السكرين، نيره تاخده من هنا بخيد توسع ملعبها تفتح السبيس تقلب السكيب باس على طول وتنزل لكوكي الدبس درايف واحد على واحد، لكن دفاعات الاهلي قويه توصل لكن تنجح في تسجيل تو بوينت جديده لصالح نادي الطيران. 58-16 فارق ال 42 نقطه لصالح نادي الاهلي. رنيم جداوي في الاوبن شوت 3 بوينت، رنيم تنجح في تسجيل ثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي عن طريق رنيم جداوي. يبدا الهجمه نادي الطيران عن طريق نيره محمد، نيره بالكروس اوفر في الميديم شوت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول فريده وائل، فريده في الدرايف او في طلوع الملعب تقلب الملعب اسيست حلو لتماره لكن تماره ترفض الهديه وتلم على طول سكند شانس على طول حاضر عند رنيم جداوي، رنيم في الدرايف من ميدل واسيست ولا اروع في البيز لاين ليارا اسامه تنجح في تسجيل نقطتين وتو بوينت جديده لصالح النادي الاهلي عن طريق يارا اسامه واسيست ولا اجمل من رنيم جداوي. نيره
تقلب الملعب على طول لجنى. جنى لهنا بخيت او هنا نبيل. لسه هنا قررت تتصرف لوحدها، راحت في الدرايف واحد على واحد، وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند رنيم جداو، بوان هاند باس كده تطلع ليه فريدة وائل، تنجح في تسجيل فاست بريك بتوش بوينت جديدة لصالح نادي الأهلي. مريم فوزي بدأت الهجمة عن طريق مريم فوزي من نادي الطيران، تاخد السكرين الأول وسكرين تاني، لا والله عدت وصلت ليه نايرة، راح يطلع مريم فوزي في السكرين سلم لكن للسيل حاضر على طول عند رنيم جداوي اللي قطعت وبدأت فاست بريك وراحت وصلت لفريدة وائل، تنجح في تسجيل 2 بوينت وتاخد معاها الاند 1 والفاول والخطا الشخصي على كوكي الدبس. رودينا حسام من نادي الطيران نزلت وخرجت، ومروه الغنام رقم 14 ايضا نزلت، 6 دقائق 39 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. اند 1 لصالح فريده وائل، لا تنجح في التسجيل، تلم على طول كوكي الدبس وتسلم لمريم فوزي، طلع على طول على نفس اللاين بتاعها لرودعين حسام في الثري بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تمارا ديفنسيف ريباوند تسلم ليه، تقلب الملعب على طول رضوى لكن في الاخير تتقطع من نادي من رودعين حسام وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. رضوى طلعت الكوره لفريده وائل تقطع على طول رودعين حسام. زون ديفنس نادي الطيران فريد وائل، رنيم تقطع في السكة على طول مرة وغنام وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. الاكسترا باص عند رضوى في البيز لاين على اوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. هنا بخيت على طول تلم الديفنسيف ريباوند وتسلم لمريم فوزي، مريم في الوان ان وان في الاول زاوية راحت لكن لا تنجح في التسجيل. تمارا ديفنسيف ريباوند حاضر، تبدا الهجمه تمارا، فاست بريك 3 على 2، تروح تمارا، تنجح تمارا، تسجل تمارا 2 بوينت جديده تعلي الفارق الى 69 16 لصالح النادي الاهلي. بعد هذا اللقاء زي ما قلت لحضراتكم هيعقبه على طول لقاء هليوبلس والتامين، واحده من المباريات القويه في بطوله منطقه القاهره. مريم فوزي راحت لكن تحصل على فاول وخطا شخصي من رضوى محمد رقم 12. تو شوتس او رميتين حرتين للصالح مريم فوزي. فري ثرو اول غير ناجح لمريم، فري ثرو ثاني ناجح. يبدا الاهلي الهجمه 69 17، وادي فاست بريك لفريده وائل على طول بوان باس في الفاست بريك من رضوى محمد تنجح في تسجيل نقطتين 71 17. مريم فوزي من تو من لازال النادي الاهلي. كوكي الدبس، كوكي سلم لمروه غنام، حاول تلعب واحد على واحد، سيطر على ركلتها وتطلع كيك اوت على طول لرودينا، رودينا في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. مروه الغنام سكند شانس لكن بلوك هنا بتعترض بيارا اسامه لكن بتعترضها حكم بيقول فاول على يارا اسامه والاوت والتو شوتس لصالح مروه الغنام. مروه وفري ثرو اول لا تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ايربول واوت سايد لصالح النادي الاهلي. ميرال اشرف بدل من رنيم جداوي. ارتفاع الفارق الى 54 نقطة لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد بوينت جارد النادي الاهلي، ميرال اشرف. سويتشات في المراكز او الريبليس تنتهي عند تمارا نادر ب 3 بوينت ولا اروع، كلها ثقة لصالح تمارا نادر لاعيبه النادي الاهلي. وسع الفارق الى 57 نقطة 74 17. ادي سكرين اول من لاعبات نادي الطيران.
طيران هانا بخيت في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. رودينا على طول بتلم السكند شانس وبتطلع وتبدا الهجمه من اول وجديد. تسلم لمروه غنام، مروه تلف عايز ترتكز تطلع يعني شوطه راحت كده، تلم على طول النادي الاهلي. فريده وائل في الاول زاويه راحت ترتكب معاها مريم فوزي خطا شخصي وفاول بتو شوتس لصالح فريده وائل. فريسرو اول غير ناجح ليه؟ فريده وائل والفريسرو الثاني او الرمي الحره الثانيه ناجحه تنجح في التسجيل 75-17 مريم فوزي. تبدا الهجمه لصالح نادي الطيران. رودينا حسام في الدرايف لكن لا تنجح في التسجيل. مريم فوزي تلم لاست تاتش كده عليها وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد الاهلي خماسي الاهلي اللي هيبدا بيه كوتش طارق خيري في الكوارت الرابع. جايده خالد حبيبه بيك ونهى شتا ودينا عمرو وسوريا، ده الخماسي اللي هيبدا بيه الكوتش طارق خيري الكوارت الرابع. مان تو مان قلب نادي الطيران. درايف من تطلع كرة على طول لفريده وائل، فريده توصل وتروح لكن تعترضها بخطا شخصي لاعبات نادي الطيران واوت سايد او عفوا تو شوتس لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد عملت البنتريشن طلعت الكيك اوت توصل على طول لفريده وائل زي ما حضراتكم شايفين البنتريشن من ميدل وادي الفري ثرو الاول غير ناجح لفريده وائل. فري ثرو ثاني فريده لا تنجح في التسجيل. لما مروه غنام وطلع على طول الاوتلت او الفيرست باص كده لمريم فوزي. مريم على الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل واوت سايد لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد تبدا الهجمه للاهلي والاهلاويه. رضوى سلم لتمارا نادر. تمارا والهاند اوف مع ميرال اشرف. ميرال في الدرايف ميرال 1-1 ميرال راحت ميرال خدت الفاول ميرال. تو شوتس لصالح ميرال اشرف. والخطا على لاعبات نادي الطيران. ميرال فري ثرو اول لا تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ميرال اشرف لا تنجح في التسجيل. مروه غنام على طول ديفنسيف ريباوند تسلم لمريم فوزي. مريم تقلب الملعب لدين لرودين حسام قطعلها غنام تنجح في السيمي هوك انها تسجل نقطتين وتعلي الفارق او تقلل الفارق 19-75. وادي درايف سريع قوي جدا من ميرال اشرف تنجح في اضافه نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي 77-19. 56 نقطة هو الفارق. كوكي الدبس طلعت الكرة لرودينا. رودينا حسام سلم لمريم فوزي خد السكرين. مريم عدت ناحية العكس السكرين لسه مريم معاها كرة سلم لهنا بخيت لكن في الستيل حاضر على طول من ميرال اشرف. ميرال في الفاست بريك لتمارا نادر. تمارا راحت وتنجح انها رودينا حسام يتعمل معاها بلوك واوت سايد لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد في الاوت سايد شاهد احمد مكان هانا بخيت ويارا نزلت مكان كوكي الدبس. لا والله كوكي الدبس لا زالت في الملعب. ميرال تمارا نادر اوبن شوت 3 بوينت للمره الثانيه تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. ثلاثيتين لتمارا نادر الوافده الجديده من نادي الجزيره بدات بدايه لعبها في نادي صيد فرع اكتوبر ثم انتقلت فضلت يعني فتره كبيره في نادي صيد اكتوبر وانتقلت الى صيد الدقي بعد ذلك برزت بعد كده وجالها زي عقد احتراف في
احد الانديه السويسريه، ثم عادت مصر مره ثانيه الى نادي الجزيره وانتقلت الى النادي الاهلي في بدايه هذا الموسم. واحده من النجمات اللي لعبوا كاس العالم في اسبانيا مع تحت 19 سنه انسات وادي تمارا نادر للمره الثالثه تنجح في تسجيل ثلاث محاولات من اصل ثلاث محاولات ناجحه لتمارا نادر. مريم فوزي 83 19 64 نقطه. مريم فوزي لسه الكره معاها. مريم تقلب الملعب لكوكي الدبس، تحاول تلعب واحد على واحد، تطلع كيك اوت لرودين اللي ميكي اللي لسه نازله. مريم فوزي في الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط وفص بريك سريع على طول للنادي الاهلي. يارا سما تحت الباسكت اسيست، ولا اروع باسكت ولا اجمل من يارا سما بعد اسيست رائع من فريده وائل عشان تنتهي معها زمن احداث الكوارتر الثالث بنتيجه 85-21. استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع ونعود اليكم في بدايه احداث الكوارتر الرابع. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الرابع والاخير، الفصل الاخير في اولى المباريات الرسميه لملكات النادي الاهلي، ودي بعض العادات اللقاء واللي انتهت احداث الكوارتر الثالث بنتيجه 85-22 للي ما كانش متابعنا. بدايه احداث الكوارتر الاول تقدم النادي الاهلي 25-6، وبدايه احداث الكوارتر الثاني انتهاء احداث الكوارتر الثاني 54-14 والكوارتر الثالث 85-22. دي ملخص سريع لنتائج اللقاء، ودي بعض اللقاء الاعداد السريعه كده لفريده وائل، ودي اخر فص بريك ليها بالكاونت والاند وان. ان شاء الله النادي الاهلي يوم الاحد باذن الله هيقابل نادي السكه الحديد، ثم يوم الثلاثاء هيقابل نادي مصر التامين، واخيرا يوم الخميس هيقابل هيليوبلس. حكام اللقاء كابتن وليد العوضي حكم اول، واسلام نبيل حكم ثاني، ميقاتي خالد احمد 24 سنه، كابتن عمرو زاهد، وسكور رحمه رافض. هذا التبادليه لصالح نادي الطيران. دينا عمرو حبيبه بيكو، جايده خالد، نوع شتا، وهنشوف مين ثريا محمد. يارا من نادي الطيران سلم لمريم فوزي بالهاند اوف. مريم حاول تلعب واحد على واحد، تقلب الملعب على طول لمريم وائل او ميكي، تروح من الدرايف من الميدل لكن لا تنجح في التسجيل، السكند شوت عندها لكن ايضا لا ترجح في التسجيل. تلم شاهد احمد، لا والله على طول تلم حبيبه بيكو اللي بتطلع فص بريك لدينا عمرو. دينا في اثنين فص بريك، اثنين على واحد، وتوصل ثريا لكن لا تنجح في التسجيل، تخطف على طول جايده لكن بخطا شخصي وفاول لصالح نادي الطيران. اولى الاخطاء الشخصيه على جايده خالد في احداث وعمر الكوارتر الرابع. مريم فوزي من الطيران، يارا وميكي، كوكي الدبس، شهد، و هنا في حاجه لبيكو لكن قطع لها كده على طول
مريم وائل. اعتقد ان حبيبه بيكو في اصابه، في اصابه لحبيبه بيكو في الانكل. سلامات لحبيبه. تاني الاصابات، ندى نافع رقم 9 وحبيبه بيكو رقم 10. نزلت مكانها رضوى محمد رقم 12. تبدا الهجمه رضوى، تاخد سكرين من نوع شتا، وسكرين اول وثاني من جايده. جايده على الاوبن شوت، شاتت جايده خالد 3 بوينت، نجحت في تسجيل 3 نقاط لصالح النادي الاهلي عشان تسجل اولى الثلاثيات في احداث الكوارتر الرابع والاخير. مريم فوزي في البيك اند رول طلعت السكيب باس على طول عند يارا. يارا لا تنجح في التسجيل في 3 بوينت، فص بريك سريع لدينا عمرو اللي بتنجح انها تاخد فاول دينا عمرو من يارا، وبروح جميله جدا ما بين يارا وما بين دينا. لعبوا كتير قدام بعض يارا اساسا من نادي الشمس، ثم انتقلت الى نادي التامين، ثم العوده الى نادي الطيران. لعبت قدام دينا عمرو اكيد في اكتر من مناسبه، والتو شوتس لصالح الكابيتانو دينا عمرو. فري ثرو اول لدينا عمرو تنجح في التسجيل 89-24 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو تاني تنجح ايضا في التسجيل. مريم فوزي من الطايره لسه الاهلي مان تو مان، تستلمها على طول دينا عمرو، تسلم الهاند اوف عند شهد. شهد في الثري بوينت شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول الديفنسيف ريباوند عن طريق رضوى علاء، رضوى محمد عفوا. وادي الاكسترا باص عند دينا عمرو، دينا عمرو في البيس لاين 3 بوينت ولا اروع لدينا عمرو، تنجح في تسجيل ثاني الثلاثيات في احداث وعمر الكوارتر الرابع. مريم فوزي 93-24. اعتقد الاهلي لا زال عنده وقت ان هو يكسر حاجز ال 100 النقطه. اوتسايد لصالح نادي الطيران. مريم فوزي تقلب الملعب على طول لشهد، شهد بتحاول تراي واحد على واحد لكن سرايا بتعترضها بفاول وخطا شخصي، والتو شوتس لصالح شهد احمد. فري ثرو اول لشهد احمد 93-24، 7 دقائق متبقيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. شهد احمد فري ثرو اول نجح. شهد والفري ثرو الثاني لا تنجح في التسجيل. رضوى على طول في الديفنسيف ريباوند، حاول تعدي رضوى، عدت رضوى بالكروس اوفر. تبدا الهجمه رضوى، نوع شت تعمل لها سكرين لكن رضوى تشوط على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. مريم فوزي على طول تبدا الهجمه لنادي الطيران. رضوى ضغط عليها موقفه الترانزيشن او الفاص بريك. يارا في الميديم شاطت لكن لا تنجح في التسجيل، لكن هنا في فاول صحيح على شهد احمد اللي عملت بوشن كده لسرايا، وتنجح انها سرايا تاخد منها فاول وخطا شخصي لصالح نادي الاهلي. رضوى محمد تبدا الهجمه مان تو مان نادي الطيران، هاند اوف مع جايده خالد، سكرين وسكرين تاني لسرايا على الاوبن شوت لكن قررت انها توصل وتروح ودرايف وتوصل وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديد لصالح نادي الاهلي. مريم فوزي سرايا كيلوباترا كما اطلق عليها الاتحاد الدولي لكره السله. ميكي او مريم وائل درايف راحت وصلت لكن بتعترضها دينا عمرو بخطا وفاول، خطا شخصي وفاول، وتو شوتس لصالح نادي الطيران. مريم وائل او ميكي على التنفيذ. فري ثرو اول نجح لمريم وائل. وفري ثرو ثاني ايضا نجح. ودرايف سريع جدا من جايده خالد تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي، يوسع الفارق الى 95-27. مريم فوزي تاخد سكرين من كوكي ديبس، قبلها على طول جايده دفاعات قويه جدا لكن في فاول
وخطأ شخصي على جاي داخل. لكن الكوارتر ده من أكتر الكوارترات اللي اتعمل فيه فاولات للنادي الأهلي. خرجت رضوى محمد، لزت ميرال أشرف مكانها. شاهد لمريم فوزي. مريم تقف وتشوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. جايدة تلم الكرة تخبط في رجل مريم وائل وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. 4 دقايق 50 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمور، تطلع عفوا لصالح نادي الطيران. شاهد عايز تجرب حظها، تسلم لميكي، ميكي في الاكسترا باص ليارا، اطعلها شاهد، راحت شاهد وصلت لكن لا تنجح في التسجيل. ميرال اشرف على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عندها، تضغط كوكي لكن ميرال تخلص وتسلم لدينا عمرو، تقلب لسوريا، سوريا في الاوبن شوت، سوريا محمد 3 بوينت ولا اروع من سوكا في الفاست بريك بعد اسيست من دينا عمرو. مريم فوزي 1-3-1 زون ديفنس النادي الاهلي، يرجع على 2-3 وادي ستيل كده، تطلع الكره اوتسايد لصالح نادي الطيران. سرعة على الكرة ينتهي عند مين؟ لكن الحكم بيقول العب وتنجح مريم فوزي انها تسجل 2 بوينت جديدة. وادي فاست بريك سريع تلحق لكن يارا احمد تزق الكرة كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. شاهد احمد تخرج من نادي الطيران، هنشوف مين نزل مكانها. نزل مكانها رودينا حسام. ميرال اشرف نقشتها تحت الباسكت، تحاول تلعب واحد على واحد معاها يارا، تلف وترتكز بشمالها في الهوك وتروح وتوصل وتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي عن طريق نهى الشتا. نهى الشتا تنجح في التسجيل، زون ديفنس النادي الاهلي 2-3. كوكي رودينا تباصي لكوكي ديبس، تحاول معاها الكره مره ثانيه تسيطر عليها، فعلا سيطرت عليها قبلتها على طول سوريا. وادي ميكي تروح وتوصل تخبط في ايد مين؟ حكم قال اوتسايد لصالح النادي الاهلي. كابتن وليد العوضي هو اللي قايل اوتسايد لصالح النادي. سوريا في الاول زاويه، سوريا طلعت لجايده، جايده قطعها لكن تفقد الكره كده ولوز بول وتروح على طول لميكي او مريم وائل. مريم طلع كيك اوت لفوزي لرودينا، رودينا في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. تلم مريم فوزي على السكند شوت مره ثانيه، تقف وترتكز وتروح لكن بلوك ولا اروع، وهنا في فاول على جايدة خالد. وشوتس لصالح مريم فوزي 102-29. طبعا تشهد اللقاء النهارده غياب نادين سلعاوه نجمة الفريق. مريم فوزي فري ثرو اول ناجح، نادين يمكن من السيزون اللي فات تقريبا مشاركة لغاية فترة قريبة جدا في بطولات 3-3 وبطولات المنتخبات الأفريقية. أعتقد كوتش طارق خيري بيديها قسط من الراحة. مريم فوزي والفري ثرو الثاني أيضا ناجح. دقايق الأخيرة في عمر وأحداث الكوارتر الرابع والمباراة، نقدر نقول كده مبروك للنادي الأهلي فوزه ولال مباراة الرسمية. وادي 3 بوينت لدينا عمرو، لا تنجح في التسجيل. مريم فوزي ديفنسيف ريباوند على طول، حاول تلعب تطلع بالملعب، تضغط عليها من جايده وسوريا، تخبط في مين؟ تخبط في جايده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الطيران. رودينا حسام سلم لمريم فوزي لرودينا لكن في الاخير الستيل حاضر عند دينا عمرو، دينا توصل وتروح بالفاص بريك تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. تضغط دينا مره ثانيه على مريم فوزي، مريم تعدي قبل الثمان ثواني، هتقابلها على طول سوريا. سلم ليار، يارا في ال1 اون 1 لكن نوع شتا قفلها البيز لاين كويس قوي، طلع كيك اوت لمريم فوزي. مريم تروح وتوصل لكن هنا على طول مقابلها ببلوك ولا اروع من نوع شتا. وادي هنا فاول وخطا شخصي على دينا عمرو لصالح كوكي الدبس. اوتسايد، لا تو شوتس، صح تو شوتس، مظبوط تو شوتس او رميتين حرتين لصالح كوكي الدبس من نادي الطار. فري ثرو اول غير ناجح لكوكي. فري ثرو ثاني
لا تنجح في التسجيل، نوع شتا ديفنسيف ريباوند، طلع على طول لسرايا، سرايا تهدب ملعبها سرايا 104-31، 73 نقطة فارق. تقلب الملعب لجايدة، جايدة عايز تلعب الواحد على واحد، جايدة طلع كيك اوت لدينا عمرو، دينا بنتريشن من البيز لاين فتطلع كيك اوت، طلعت فعلا لميرال، ميرال في الاوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. جايدة سكند شانس رائع، بتحاول مرة تانية لكن تنجح في الحصول على خطأ شخصي وتو شوتس لصالح جايدة خالد. آخر الثواني في أحداث وعمر الكوارت الرابع والمباراة. جايدة خالد وفري ثرو أول ناجح. جايدة خالد والفري ثرو الثاني. لا تنجح في التسجيل. أوتسايد لصالح الطيران. مارين فوز تبدا الهجمه لصالح نادي الطيران. زون ديفنس خلاص ارتضى الفريقين بنتيجه اللقاء. وادي رودينا حسام هتشوط وشاطت وخلاص زي ما قلت لحضراتكم ارتضى الفريقين بنتيجه اللقاء اللي انتهى بنتيجه 105-31 لصالح النادي الاهلي في اولى المباريات الرسميه في بطوله المنطقه الموسم 23-24. الف مبروك للكوتش طارق خيري وملكاتن الباسكت في النادي الاهلي، حظ اوفر للجنرال عمرو عاشور وفريقه نادي الطيران. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على 105-29، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباريات قادمة. كنت معكم معلقكم ومحدثكم الرياضي أحمد مناع، شكرا لكم ونلقاكم قريبا بإذن الله.